24 ثانية فقط دفعت السباحة الشابة العشرينية لوانا ألونسو في أولمبياد باريس إلى اعتزال الرياضة. ونجمة الباراغواي سمر لم تتقبل الخسارة رغم أن أمامها مشوار طويل في مشوارها الرياضي. هي ليست الأولى التي يتسبب الفشل في تراجعها، فقبلها نجوم رياضة وفنانون ورجال أعمال أيضا اعتزلوا. بعكس ذلك كان الفشل عامل نجاح مهما لبيل غيتس مثلا ومايكل جوردان وغيرهم. وهنا نسأل، كيف نتقبل الخسارة دون أن نعتاد على الفشل؟ خطوات نقدمها في البرنامج صباح العربية. وتنضم إلينا من الدوحة مدربة الحياة هالة أبو سعد. صباح الخير. صباح الخير هالة. صباح الخير ليث إلك ولا سمر، وشكراً على الاستضافة. يعني السؤال الأول رح يكون، ما هي بعض العلامات الشائعة التي تشير إلى أن شخصاً ما يعاني من هذا الخوف فعلاً وليس من حالة مزاجية سيئة؟ عادة التقلبات المزاجية هي بتكون متغيرة، ما بتكون ثابتة، بتكون متأرجحة، يعني بتجي وبتروح. بينما الخوف هو مشاعر سلبية بتزورنا وقت ما يكون بيتكرر، يعني في نمط عنا مشاعر من الخوف بتتكرر في المواقف الصعبة، يعني نحن نعاني من الخوف. هلأ شو علاماته؟ عادة أبرز علامة له هو التسويف والتأجيل. الشخص ما بيكون عنده ثقة، بيكون دايماً خايف أنه هو ما عنده القدرة على إتمام هذه المهمة أو يبدأ في هذه المهمة ولكن لا يكملها. هذه أول علامة. العلامة الثانية بيكون overthinker، يعني بضل يفكر قلق، دايماً مضغوط نفسياً وبضل يفكر بطريقة سلبية. العلامة الثالثة هي perfectionism، المثالية. في ناس كتير بتقلك أنه أنا ما بدي أقدم على هذه الخطوة أو على هذه التجربة أو على هذا التحدي لأنه يا بدي يكون الأول أو بدي يكون أول واحد يعني وإنجح المتميز الفائز. وهذا دكتورة بيؤدي إلى الإحباط أحياناً ست هالة، إلى الإحباط والشعور بالعجز، لأنك أنت بدك تتقدم بحياتك، بدك تغير، بدك تحدث تغيير في حياتك. فإذا أنت حياتك لم تتغير وليس هناك جديد وليس هناك إنجازات تطمح لها مثل ما أنت بدك، هتحس شعور بالعجز والإحباط طبعا. هذا الشعور أكيد يتسبب اليوم في أمريكا، الخوف من الفشل أو الانكزايتي، القلق، يتسبب بتراجع الإنتاجية للأشخاص ب 30% مجرد من الخوف من الفشل. طيب هلا أريد أن أسألك، انطينا تولز من فضلك، أدوات، أشياء ممكن نمارسها للسيطرة على هاي الخوف والإنكزايتي والقلق اللي ممكن يتلبسنا. مزبوط سمر. هلا الأدوات عادة نحن أنا كمدربة حياة، يعني أبرز شيء بقدر أعمله أشتغله عادة مع الشخص اللي عنده مشكلة، عنده الخوف يعني مسيطر على حياته، هو ريبروغرامينج للسبكونشس. سبكونشس أو العقل الباطني هو مسؤول كتير عن تصرفاتنا، عن أفعالنا، عن مشاعرنا، عن طريقة تعبيرنا. سبكونشس سمر ما بيفهم إنه وقت ما نحن نحكي معه، حتى وقت ما نحكي عن الآخرين بطريقة سلبية، لا يفهم أننا نتكلم عن الآخرين. هو بيفكر إنه نحن عم نحكي عن حالنا. فكتير مهم الإنر مونولوج، يعني الحديث الداخلي، هيدا الصوت اللي براسنا، كتير مهم يكون إيجابي وواقعي. نحن ما منا نعيش بالأوهام وما منا إيجابية سامة، نحن منا نحكي بطريقة إيجابية مع أنفسنا. عادة اللي أنا بشتغله إنه منبلش ننظر ما هي الصدمات الطفولة. نحن مثل أي شخص بالعالم في أشياء مخزنة بجهازنا العصبي، مخزنة بوجداننا، بروحنا، تنعكس على أدائنا، على تصرفاتنا، على خياراتنا، على قراراتنا. هلا قبل ما نعم تفضلي. فأهم شيء إنه نحن نعرف شو الماضي، شو في هيدا صندوق الذكريات. فمنا نمسك يا ليت، منا نمسك مثل ما بيقولوا الثور
بدنا نمسكه بنقرونه يعني بدنا نواجه. طب بس هلا حكيتي شيء مهم عن الطفوله، رح اسالك عن الطفوله، ولكن خلينا نشوف، لانه سالنا الناس ما الذي يجعل الشخص يرفض الخساره، نشاهد وبنرجع لك. تمام. الإنسان ما يتقبل خسارة الأشياء العينية ولا المالية، يقولون الأولين المال عديد الروح، فأكيد كذا ما يبغى يخسر شيء. اللي يرفض الخسارة هي العناد، التكبر، الغرور، عدم رفض الخسارة. الشيء اللي يجي عليه هو طبيعة الإنسان، فطرة الإنسان ما يقبل الخسارة، يعني أي إنسان يحب ينجح، يحب دائما يحب يكسب ما يخسر. ممكن نقول الأنانية، أمراض الأنانية بتخلي الشخص يضل مصمم هو اللي ينجح وما يحب النجاح لغيره. الشخص الطموح اللي يحب النجاح والشخص الناجح يعني يرفض الخسارة. نعم، يعني هلا بدنا نرجع لسؤالنا عن الأطفال، ما هو دور الأهل في خلق هذا الخوف من الفشل لدى الأطفال، وكيف يمكن أن نحمي أولادنا ونشجعهم؟ تعقيبا بس على سؤال ليث، أنا واحدة من الأشخاص البارحة انتبهت على نفسي وأنا أقرأ الدراسة أنه أنا فعلا أخلق هذا الخوف من الفشل عند أطفال. إيه أنا يعني لما يكون عنده امتحان ابني أو شيء كثير أخوفة ولازم تدرس ولازم تسوي كذا وما لازم، بس بطريقة شوية غير فعالة. هذا بقودنا برضو لنفس السؤال هلا، إنه طيب إذا كنا مش حريصين الولد ما بيطلع كما يجب، وإذا كنا كتير حريصين يولد الخوف. أوكي، كتير حبيت تعليق سمر لأنه كتير حقيقي واقعي، يعني نحن كأهل مرات عنا هيك تناقض مثل ما حكيت ليث بين الشعور بالذنب إنه نحن ما عم نعمل كفاية لأولادنا، وبين مرات إنه نحن يعني في تقصير، وبين مرات إنه نحن عم نأذيهم من دون ما ندرك. فكأهل نحن صمام الأمان، يعني نحن الأم بيقولوا لها نبع الحنان، والبي هو مفروض يكون السند والداعم. الطفل يجب أن يشعر ببيته بالاحتواء بالدعم وبالحب، مفروض هيدي المشاعر تكون طبيعية موجودة بالبيت. كيف منقدر نحن نقول له للولد أنه نحن منحبه ونحن منحتضنه؟ منا نآمن فيه، منا نؤمن أنه هذا الطفل له صوت، الصوت الخارجي وقت ما أنت بتستخدمه من طفولتك وبتحس أنه في validation، في صلاحية لمشاعرك لأفكارك. مثلاً عنده امتحان وهو خايف، ابني دائما يصير عنده وجع بطن مثلاً، شلون أريح الطفل قبل الامتحان أو قبل مرحلة مهمة لما يكون عنده هذا الشعور بالانكزايتي، كيف أخفف عنه؟ ما نركز أهم شيء إنه نحن نركز على الجهد المبذول ومش على النتائج أو العلامات. يعني نحن بدنا نقول لهذا الطفل إنه do your best، يعني أعمال اللي أنت بتقدر تعمله، وبعدين العلامة هي بتجي second، أو حتى في بعض المدارس بطلوا حتى تهتم بنظام العلامات، صار في تقييم آخر. يعني والعلم بتطور، إحنا صغار كانوا يقولوا بس تخاف اشرب كاسة مي بتخاف. على كل حال ما بعرف قد ايه عندنا وقت، يمكن انتهى الوقت للاسف. هالة ابو سعد من الدوحه كانت معنا مدربه الحياه، شكرا جزيلا لانضمامك لنا.